طلاب الصف الأول الثانوي، بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض نراجع على الوحدة السابعة، Revision on Unit 7 Health and Safety. لما نيجي نبدأ مع بعض كده بUnit 7، في عندنا Reading, Writing, Listening. Reading leaflet about home hygiene اللي هي معناها النظافة. Writing an email giving advice. ازاي نكتب ايميل بنقدم فيه نصيحة. Listening والspeaking how to give first aid. طريقة تقديم المساعدة اللي هي الإسعافات الأولية. بالإضافة إلى المراجعة على تقديم النصيحة. Language والمقصود بها القواعد. استخدام المودال فيربس should, shouldn't, must, mustn't. في عندنا بعض المهارات اللي لازم نتكلم فيها. Life skills, values اللي هي القيم، issues الموضوعات المختلفة. بنبدأ باللife skills critical thinking interpreting research decision making. Interpreting research decision make اللي هو معناه تفسير معنى صنع القرار والبحث في ذلك. What to do in an emergency ما يجب فعله في حالة الطوارئ. Values القيم اللي موجودة معانا في الوحدة empathy التعاطف. Issues الموضوعات المختلفة اللي موجودة citizenship how to help others أو communication giving advice الموضوع معانيها. احنا عندنا citizenship المواطنة how to help others مساعدة الآخرين communication التواصل giving advice تقديم النصيحة. الكلمات الأساسية the basic words for listening vocabulary breath CPR emergency services danger respond first aid listening listen to a nurse telling people how to give first aid and answer the questions Today, I'm going to tell you what to do if you find a person who is lying on the ground and not moving. Call the emergency services immediately. Then, you must check if there are any dangers near to the person, like electrical cables. If there are any dangers, move the person away from them. When you know they are safe, Shout hello or wake up and see if the person responds. If the person doesn't respond to you, put your face next to their face so you can check their breathing. If the person isn't breathing, the emergency services will tell you how to do CPR so you can help the person start to breathe again. في نص الاستماع تعطي الممرضة تعليمات في حالة إذا ما وجدت شخصا ملقا على الأرض لا يتحرك وتتمثل التعليمات التي قالتها فيما يلي الاتصال بخدمة الطوارئ فورا ثانيا عليك أن تتأكد من وجود أي مخاطر بالقرب من هذا الشخص كأسلاك الكهرباء مثلا حينئذ يتوجب عليك أن تبعده عنها في الحال ثالثا عندما تتيقن من أنه أصبح آمنا فعليك بأن تنادي عليه وانتظر حتى يرد فإن لم يستجب وهذه النقطة التالية فإن لم يستجب ضع وجهك على وجهه لترى إذا ما كان يستطيع أن يتنفس وإذا لم يكن يستطيع فإن من في خدمة الطوارئ سيخبروك بطريقة تنفذ بها عملية التنفس الصناعي حتى تساعده على التنفس من جديد معنا دلوقتي تمارين على الفوكابولري Match the words with the definitions
توصيل الكلمات بالتعريفات. فأنا عندي مثلا مجموعة من كلمات: بكتيريا، بريث، سي بي آر، دينجر، فيرست إيد، ريسيرش، ريسبوند. وأنا خدنا الكلمات دي من شوي. هو طبعا أضاف معنا كلمة ريسيرش اللي هي معناها بحث علمي. كلمة بكتيريا زي معناها بالعربي هي البكتيريا، بريث معناها يتنفس، سي بي آر اللي هو الإسعافات الأولية، دينجر خطر، فيرست إيد الإسعافات الأولية، ريسيرش البحث العلمي، ريسبوند معناها يستجيب، something you do to help someone take air in and out of their body، حاجة بتستخدمها عشان تساعد شخص ان هو يستنشق الهواء الى جسمه، طبعا CPR. البيزك ميديكال هيلب جيفن كويكلي، بيزك معناها اساسي، بيزك ميديكال هيلب المساعدة الطبية الاساسية المطلوبة بسرعة. المطلوبة بسرعة يبقى معناها انك انت بتسعف اوليا، هتبقى first aid. Very small living things، كائنات صغيرة جدا، that cause diseases، تسبب الامراض. هيبقى الحل عندنا بكتيريا. The possibility of being hurt or killed، احتمالية الاصابة او القتل، اللي هي احتمال ان دي حاجة تحصل، اصابة او قتل، يبقى عندنا كلمة danger الخطر. Taking air in and out of your body، استنشاق الهواء وخروجه، اللي هي كلمة breath. Studying something to find new facts about it، دراسة شيء ما لإيجاد حقائق جديدة عنه، اللي هو البحث العلمي، research. آخر حاجة معايا، doing something when someone talks to you، القيام بفعل شيء ما عندما يتحدث إليك شخص ما، اللي هي respond، تستجيب له. Vocabulary for reading، كلمات درس القراءة. Allergy، حساسية. At least، على الأقل. Bedding، غطاء الفراش. Dust، الغبار. Soil، التربة. Reading text. Hygiene at home، saving do's and don'ts for a healthy life. Number one، take your shoes off، the bottom of your shoes can carry a lot of bacteria into your house. You should always take your shoes off at the door. No more dust. Dust quickly comes back again after you've cleaned. However, dust can make it difficult to breathe and it can cause skin problems. You should clean your house or flat as often as you can. Number 3. Wash the kitchen floor. Wash the kitchen floor. Food and drinks can easily fall on the kitchen floor. You should clean your kitchen floor at least once a week. You should use warm, soapy water so you can remove all the bacteria. Number 4. Change your bedding. We spend a lot of our time asleep in bed. You should change your bedding at least once every 2 weeks so bacteria can't live in it. Number 5. Wash your hands after spending time with your pets. Research has shown that contact with pets early in life can protect you against allergies. But animals can also carry bacteria if you touch your pet.
If you touch your pet, you shouldn't touch anything else until you've washed your hands. Number 6. Stay clean in the garden. You should wear gloves if you're going to touch soil in the garden because it can contain bacteria. You should wash your hands when you've finished gardening too. Don't forget to keep your bins clean. Number 7. Don't forget to keep your bins clean. A lot of bacteria can grow in your bin. You shouldn't leave your bin open. Hygiene rules around the world. In the UK, you must put your food waste in a separate bin. In Thailand, you must take your shoes off before going into someone's house. In the USA, you should offer to help clean up after dinner at a friend's house. معنا دلوقتي تمرين آخر. Complete the sentences with the correct words. Allergy, حساسية, at least على الأقل, bedding, غطاء الفراش, bin, سلة, dust, غبار, grow, ينمو, soil, تربة. معنا أول جملة. You should put your rubbish in the bin and remember to clean it because there is a lot of bacteria inside. يجب عليك أن تضع القمامة في السلة. And remember, وعليك أن تتذكر أن تنظفها لأنه يوجد الكثير من البكتيريا داخلها. المثال الآخر. When we returned from our holiday, عندما عدنا من الأجازة, the house didn't feel clean. لم يبدو المنزل نظيفا. Because there was space on all the furniture. لأنه كان هنالك شيء ما على الأثاث. طبعا هتبقى الكلمة اللي احنا محتاجينها dust, الغبار. Plants need sunlight. النبات بحاجة إلى ضوء الشمس. Water, والماء. And good space, وشيء to grow well. بالطبع يحتاج النبات إلى الضوء وإلى الماء وإلى التربة. إذن سنختار soil. My mom tells me to change the space on my bed once a week. إن أمي تأمرني بأن أغير شيئا on my bed, على فراشي, once a week, مرة في الأسبوع. بالطبع تحتاج إلى تغيير غطاء الفراش. إذن سنختار كلمة bedding. Number 5. His room is dirty. إن حجرته متسخة. And the bathroom is messy. But ولكن he had a shower this morning. حجرته متسخة وحمامه تبدو فيه الفوضى. But ولكن هناك شيء إيجابي. He had a shower this morning. ولكنه اغتسل هذا الصباح. هاتين جملتين متناقضتين. نختار at least. ولكنه على الأقل اغتسل. Number 6. I can't stop sneezing. لا أستطيع التوقف عن العطس because I have any space to your pet. لأنني أعاني من شيء ما to your pets, تجاه حيواناتك الأليفة. دائما الإحساس الذي يأتي من الحيوانات يكون الحساسية. لدي حساسية من حيواناتك الأليفة. الجملة الأخيرة number 7. Bacteria like to.
إن البكتيريا تحب شيئا ما. In warm places. Bacteria like to space in warm wet places like a kitchen sponge. إن البكتيريا تحب أن تفعل شيئا ما في الأماكن الدافئة المبللة ومنها الأسفنج الموجود داخل المطبخ. الكلمة المناسبة في الفراغ grow تنمو. عندنا مجموعة من الكلمات في الدرس الرابع vocabulary of lesson 4 blanket بطانية burn يحرق calm هادئ emergency خدناها قبل كده للطوارئ evacuate يحيط بي immediately فورا injured مصاب rap يغلف. عاوزين اما جيلنا في سؤال اختياري مجموعة من هذه الكلمات ونكمل. قدامنا ثلاث جمل. Number one, in an emergency, the most important thing you must do is to stay space and decide on the best location to take. في حالة الطوارئ اهم شيء انك يجب انك انت تكون to stay calm أن تحافظ على هدوءك. يبقى في الفراغ الأول هنستخدم كلمة calm. If there is an accident لو أن هنالك حادثة and someone is وشخص ما يعاني you should space them in a space immediately to keep them warm. لو أنك شايف إنسان مصاب انشرت you should يجب أن تحيطه يبقى wrap them في بطانية a blanket immediately to keep them warm. If there is a fire you should لو أن هنالك حريقا يجب أن تحيط بالمبنى يبقى في number 3 أول كلمة هتبقى evacuate فورا يبقى immediately and make sure that nobody has a serious وتأكد من أنه لا يوجد شخص يعاني من أي أذى أو حروق. يبقى الكلمة المناسبة هنا هتبقى burn.